فضيحة أخلاقية جديدة، الجزائر مشاركة بملاكم ميدالية ذهبية بجدارة وباستحقاق. الدارة راه تساهم في ميزانية الدولة. نشكر الشعب الجزائري اللي راه واقف معايا. وبايع أرضه وأنه باش ما يتكلمش عليك بسوء، مستحيل. مجرد نباه ومجرد كلام. أول شيء نبدأ به في هذا الفيديو راح نتكلموا على البطلة الجزائرية إيمان خليف. إيمان خليف برافو عليها صراحة، فازت على الإيطالية بجدارة وباستحقاق فوق الحلبة، رغم الضغوطات تاع الصحافة الأجنبية وبعض الصحافة العربية على إيمان خليف اللي تهجموا عليها واللي تنمروا عليها واللي اتهموها واللي حبوا يخرجوها من المنافسة، ولكن إيمان خليف ردت عليهم فوق الحلبة. وفي هذا الفيديو راح نرد على العديد من الصحافة، على العديد من الناس اللي ظلموا إيمان خليف، ولكن كما راكم تشوفوا معنا فازت في الحلبة، ما عندهم ما يديروا، مجرد نباه ومجرد كلام فقط. إيمان خليف البطلة الجزائرية تفوز، البكاء في إيطاليا والألم في المروك، لأن صحافة المروك كل يوم وهما ينبحوا، كل يوم هما يخرجوا في الإشاعات على إيمان خليف، رجل متنكر ما اسمهاش إيمان، اسمها أيمن، عيب وعار صراحة. انتوما شفتوا ركزتوا مع إيمان، ما ركزتوش مع بناتكم اللي كل يوم رايحين للخليج، ما ركزتوش مع السياحة اللي موجودة عندكم والأمور اللي موجودة بلا ما نبقاو نتكلموا، ما ركزتوش مع الملك تاعكم اللي ناقص له الهرمون تستورول واللي هو مثلي، هذا أمور ما شفتوهاش، ركزتوا مع إيمان واللي تعرفوا تستورول زايد واللي بالله فمك ما تهدرش على سيادك الجزائريين، ما تهضرش على سيادك الجزائري انكم تجيبوا السب لانفسكم، لانكم ناس بدون اي قيمه. المروكي ما يريحش نهار بلا ما يسبوه، يحب يستفز الجزائر ويستفز الجزائريين باش يسبوه وباش يطيحوا له قدره اللي اصلا هو ما عندوش. على كل حال راح تشوفوا معنا ايمان خليف ويدير تصريح وتتكلم، ومن بعد راح نردوا رد على صحفي تاع المروك. اسمع معنا إيمان خليف وتصريحها للتلفزيون الجزائري. للمنازلة الأولى كان انتصار مستحق ومنتظر، أكيد هي كانت تحاول أنه تخرجني من نطاق المنازلة، والحمد لله أنا كنت محضرة كما يلزم الحال من كلتا النواحي، كما على بالكم أنه حجم ألعاب أولمبية أكبر محفل دولي في العالم. كما تكلمت إيمان خليف وكما صرحت في العديد من القنوات الجزائرية أن الملاكمة الإيطالية اللي كل الناس زعما شافوها تبكي وغاضتهم لأنها انهزمت، وكيفاش إيمان خليف ضربتها بقوة، ما كاش حابة يضربوك، ريحي في داركم ما تديريش البوكس. واضح أن الملاكمة فيها الضرب، ضارب ومضروب وخاسر ورابح وفيها كل الأمور. هذيك الملاكمة اللي زعما على أساس تبان لهم أنها ملائكة، أول ما طلعت للحلبة حاولت انها تسب ايمان خليف وانها تتنمر عليها وانها باش تخرجها من اطار المنافسه. الشيء اللي خلى ايمان خليف اول ضربتين ضربتها ضربه قويه، لانه نعرف انه في الملاكمه كي تبدا تدخل حلبه كاين ملاكمين يدخلوا جس النبض، ضربه بشويه، ضربه بالعقل، تشوف الملاكم تاعك كيفاش يريبوندي معاك، كيفاش ستيل تاعو، كيفاش طريقه اللعب تاعو. ولكن ايمان خليف من كثره الكلام اللي تقال عليها زاد شحنها ايجابيا باش انها تفوز، زاد عطالها اراده كبيره، زائد على ذلك الكلام اللي قالته لها الايطاليه داخل الحلبه خلاها باش ضربها ضربتين وانها تنسحب، لانه عارفه روحها كنت تكمل معاها جوله كامله كانت راح تنهيها على الاخر. تكون الحرب من كلتا النواحي. لذا نشكر الشعب الجزائري اللي راه واقف معايا، ومازلنا ان شاء الله في اولمبياد، ورانا ان شاء الله نخطوا ونحضروا كما يلزم الحال المنازلات القادمه. عندي منازله قادمه ان شاء الله مع الفائز بين هنغاريا واستراليا، راح نشاهدها في المساء وراح نديروا اجتماع بخصوص هذه المنازله، ومن بعدها ان شاء الله يكون خير. الحمد لله بوادر الخير بدات تبان، انتصارات بدات تجي، ان شاء الله نكونوا في حسن ظن جميع المتتبعين وكامل الشعب الجزائري، وتحيه الجزائر. كما سمعتوا معنا تصريح ايمان خليف وتحيه الجزائر بطبيعه الحال، انه ان شاء الله راح تجيب لنا ميداليه ذهبيه بجداره وباستحقاق لانها بطله حقيقيه.
إيمان خليف ما شاء الله عليها صراحة، رياضية حقيقية، إنسانة متخلقة، إنسانة منضبطة في الرياضة، وكل الناس تنبأ لها أنها باش تكون بطلة عالمية رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. كي تشوف أن الصحافة الأجنبية الأمريكية الفرنسية الإنجليزية الإيطالية كلها تتهجم على إيمان خليف، ومنها الصحافة العربية يتهجموا على إيمان خليف ويتهموها أنها على أساس رجل متنكر وكذا، كل هذه الأمور غير مقبولة، كلها مجرد أكاذيب وإشاعات ضد إيمان خليف باش يخرجوها من المنافسة باش يأثروا عليها. وأنا نشوف هذه عنصرية ضد إيمان خليف، لأنه تتعرض لعنصرية كبيرة وتنمر كبير من فنانين، من ممثلين، من رياضيين، من إعلاميين اللي يتنمروا على إيمان خليف، وهذا أمور عيب وعار. ونحب نقول لفيمينيست الموجودين في الجزائر، منظمة النساء، أين هم؟ أين هم؟ وما شفتش صحفيين عرب خرجوا وتكلموا ودافعوا على إيمان خليف، لأنه للأسف متعودين على هذه الأمور أنه لا رجولة فيهم صراحة. كل الناس اللي تنمروا على إيمان خليف وتكلموا عليها بطريقة سيئة، أنا نشوف إيمان خليف أرجل منهم بكثير. ولا نسمع معنا هذا المروكي اللي باش يتكلم على إيمان خليف على أساس فضيحة وكذا، اسمع معنا راح يجيه الرد. فضيحة أخلاقية جديدة، جزائر مشاركة بملاكم مع الملاكمات أيمن خليف، مسمينه إيمان خليف، لدرجة أنه اليوم المنافسة ديالها الإيطالية انسحبات من المقابلة من 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 الجولة، وبدات كتبكي قالت لهم ما يمكنش لي أنا كملاكمة نلعب مع ملاكم. شوفوا الواقع هذا النظام الجزائري. يعني هذه قال لك فضيحة أخلاقية، وكنا نعرفوا كلامه أنه قاعد يكذب، نعرفوا أنه قاعد يكذب، وهذا الإعلام تاع المروك يشوه في سمعة إيمان خليف، ودائما أي حاجة تخص الجزائريين وتخص الجزائر يخرجوا ضدها باش يشوهوا الجزائر، لأنهم نعرفوهم أنهم أعداء للجزائر. وأنا واحد من الناس سيبون كرهتهم، لأنه عارفهم على حقيقتهم ونعرفهم مليح وش يسواو، ريحة الرجولة فيهم ما يسعوهاش. يتكلم فضيحة أخلاقية، على الفضيحة الأخلاقية أروح نسمعك هذه الفضيحة اللي هي أخلاقية حقيقية. لكن الدعارة أو المرأة هي الحلقة الأضعف في مسلسل الدعارة وفي مسلسلات الفساد. إذا ناخذ غير هادشي، هذا ما يمكنش احنا نبداو نقتنص النساء الدعارة. الدعارة راه تساهم في ميزانية الدولة، ويكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك. ثم لازم تكون عندكم الجرأة لكي تقولوا ذلك. سمعت؟ هذه هي الفضيحة الأخلاقية، هذه برلمانية عندكم في المروك اللي قالت هذا الكلام. وكنا نعرفه، كنا نعرفه ما هي مداخلكم وما هي الأمور اللي تجيب لكم هذه المداخل، اللي هي الدعارة والأمور هذه كلها. يعني سكات. آخر واحد في العالم وفي الكرة الأرضية يتكلمون عن الشرف ويتكلمون عن النزاهة ويتكلمون على هما المروك. ما تهدرش أي شيء فيه مبدأ ما تتكلمش عليه، لأنكم ما عندكمش مبدأ، قرام تاع شرف ما عندكمش. جيت تتكلم على الجزائرية إيمان خليف وفضيحة وكذا، والنظام الجزائري يشارك برجل وفضيحة، علاش تكذب؟ فضيحتكم هي اللي راهي باينة في العالم كامل، انكم كل يوم تخرجوا تصوروا وتلفقوا التهم والاكاذيب ضد الجزائر باي طريقه كان، لانه الجزائر معذبتكم باتم معنى الكلمه. كيما هاد الصحفيين الاغبياء، عندهم شعب غبي يامن هاد الصحفيين ويجيك يعلق لك هنا ويجيك يهضر معك بنفس المنطق اللي عند هاد الصحفي، باش تعرف انهم مجرد قطيع من الخرفان، واي صحفي عندهم يسوقهم بعصا واحده ار هادو هما دايرين هكا مثل القطيع من الخرفان. لانه يعني الانسان الواعي والانسان اللي عنده عقل يدخل يبحث في الانترنت، يشوف من هي ايمان خليف وش قصتها وما هو السبب علاش كذا وعلاش كذا، حيوعى ويعرف. ولكن هما رغم انهم يكونوا عارفين الحقيقه وعارفين انه ايمان خليف امراه وليست رجل، يخرجوا ضد الجزائر بأي طريقة كانت،
ويستغلوا كل الامور ويركبوا اي موجه تكون ضد الجزائر. واش تنتظر من انسان بايع كرامته وبايع ابناء بلده وبايع شرفه وبايع ارضه وانه باش ما يتكلمش عليك بسوء؟ مستحيل. على كل حال، تحيه الجزائر وتحيه لكل ابناء الجزائر.